السلام عليكم اصدقائي على قناة عفو قصيرة. رجعنا في فيديو جديد. اكثر شعور واحد يحس به الانسان انه ضايج، يعني نوعية يعني اكثر شعور يضوج الانسان هو الملل. هتقول ليش مثلا؟ ها، لان الملل اصدقائي يخليك يعني مثلا ما لك شغف تسوي شغلة، مثلا عجبك مثلا تشتغل على شغلة معينة وملت ملان او ضايج مثلا ملان، يعني ما عندك فد شيء. مثلا دوت مثلا يعجبني ابغى انمي واني ملان ما اقدر ابغى انمي. مثلا يعجبني العب لعبه واني ملان ما اقدر العب العاب. يعني عجبني مثلا ابغى اليوتيوب فيديو واني ملان ما راح استمتع. باي شيء تسوي ما تقدر تسوي. دوت يجي لك مود، ما اعرف شنو المود، من يجي لك هالمود؟ حمله من الانترنت. هذا المود يجي لك بعد خليك اي شيء تسوي ما تقدر تسوي. تقدر تخلص نفسك من هذا الجو، كلمه جو كابه الحين صح له ما. واحيانا هذا السبب يصادف، يعني انه يكون مثلا انت قاعد سهران شنت وقعدت من النوم متاخر، فلسبب يعني حسب يعني او نايم قليل مثلا، فلسبب يعني انت دايخ من قاعك وهالسوالف، او واحد دوخك او فصار عندك في مشكله، او واحد ضوجك. ممكن انا سبب احد اسباب انه ناس تضوجني ونومتي قليله صادف، لان مثلا بالليل انام واقعد الصبح الدوام. فيعني ممكن اسباب سوايه فيساعدك هذا الشعور الضوجه او الملل مثلا، نفس الشيء تقريبا. ها، فمثلا عجبك باوع شغله بشعور الاعتيادي، مثلا ممكن تتابع لي انمي ما حلو استمتع به، انمي ما قد ممتع. بس بينما بالشعور الملل اذا باوع لي افضل انمي بالعالم اطلع لك اياه ما تستمتع به. يعني يا على شو نقول، المزاج، كان مزاج الواحد بالضبط. هي مزاج. مثلا احيانا انت عندك فد رغبه معينه للاكل، مثلا جوعان مع انت ما جوعان، فيعجبك تجي طالع الثلاجه تشوف شنو تدور بيها، تفتحها 24 ساعه فارغه 24 ساعه فاتحه في الطاوله، تتاكد اربع مرات ممكن يطلع لك يجي رسم الاكل بالزارف. ها، فانت تلقى لك خياره مثلا محمضه صار لها اربع ايام بالثلاجه، اسبوعين بالثلاجه، سنه بالثلاجه، فتقول يلا خليني افرمها وشويه خلي عليها ملح واكلها. مثلا ممكن يصادف عندك مثلا رغبه بالاكل مثلا ما انت ما جوعان، السبب انه مثلا عجبك تلاقي نفسك بشغله معين، يعني هاي السبب. يعني ممكن او احيانا عجبك فد اشتريت اكله معينه في الشيء، فالسبب يعني ممكن عجبك يعني فايش يعني. فممكن مشاعر الانسان هي تحدد الشغلات معينه. مثلا هو فرحان ممكن يشوف كل شيء زين، كل شيء حلو، حتى لو الشغله اللي قدامه ما حلوه يشوفها حلوه. مثلا يطبخوا له اكله عاديه مثلا عدس، ممكن عدس هو فرحان يتكيف عليها. وواحد ثاني يطبخوا له دولمه هو ما فرحان ما يستمتع بها، ما راح يستذيق الدولمه اصلا. مثلا هو ضايج وكابه وهذا يجيب له دولمه حياكل اي شيء. بينما ذاك شنو حتى لو برقد عدس، يعني برقد عدس ما قاعد اقلد على نعمه الله سبحانه وتعالى، بس بحكيك مثال. يعني واحد جابوا له برقد عدس وواحد جابوا له بان دولمه، هذا ابو الدولمه ما استمتع بها. لان اصلا هو مو بحاله هالسالفه، يكون هو ضايج حزين شغله صارت عنده فلان شيء، فما يستغيث الاكل، ما يستمتع بالاكل يعني بالطعام والسوالف. ف وهذا الشخص الثاني مرقد عدس يستمتع به لان هو فرحان مثلا جابوا له بلاي 5، فبعد شو يجيبوا الاكل عامي راضي به، مو جايب له بلاي 5 مثلا داعشك مثال. او صار مثلا نجح بالمدرسه وطلع معدل عالي، او فالشغله معينه صار عنده مثلا، او مثلا اذا موظف طول راتب مثلا انا طول راتب بعدين طار على الايجار. عدي قصدي 5 ملايين. فالمهم يعني سبب معين ان شاء الله فرحه ما دام يسموه. فالمهم هاي بالنسبه لل اكو ريحه ما طيبه، بدي اقول من الريحه جاي هسه السياره ما زباله تاخذون مس 10 من العالم. الا فلشتوا الا فلشتوا تاخذون 10 من العالم. ليش؟ كرامية كرامية الجج اي عافية ياخذ الكرامية من العالم اجباري. شنو يعني؟ شنو 10 تاخذ من لا ما ناخذ يشرون على البيوت شماله. شنو ايش عندنا الغاز يشرون دوائر مربعات شنو؟ فخلنا نرجع لموضوعنا اصدقائي. وياخذون فلوس من الدولة وياخذون من عندنا فلوس، شنو السالفة؟ ما اعرف اصدقائي. ف قبل ما نحكي عن موضوعنا بصوره عامه،
فالملل انا حكيت على مشعور الملل بصوره عامه، ادري الفيديو تسليكي يعتبره بس ما يخالف نحكي يعني ما عاد شيء. ها الملل هو اصدقائي شعور يصير الانسان وخليه ما يقدر يسوي اي شيء. مثلا عجبك تروح للشغل تحس نفسك ملان لازم تروح الشغل، ف يعني باشر ما. فممكن يقول مثلا عجبك مثلا اروح المحلاني فهم ملان شنو يعني ليش افتح ملان، هذا مثال خليك كسول كانما. مثلا عجبك تاكل اكله شاكله مثلا كل مره تسوي نفسك اكلات طيبه مره لا خلاص اكل لي اي شيء كان عمي خل حتى بس صمونه حميها. ها هاي ملل يخليك يعني تتعاجز تسوي اي شيء. ها مثلا عندك في الشغل معين تسويه انت عشان انا يوم ما اسوي باكر خليه على باكر اسولف. فعجبك في شغله معينه اي شيء كان تمنع نفسك عن كل شيء حرفيا تحس نفسك يومك خلصت كل شيء ما بتسويه انت يعني. يعني بالضبط حتى اذا عندك شغلات معينه مخطط لها شو تسوي المفروض اليوم كله تقدر ما تسويه. ها وبالنسبه لل مثلا تبي تستمتع ما تقدر تستمتع بوقتك يعني، يعني غاية الملل مثلا مقابل هاي الشغلات مثلا يمتعني باي شيء كان لا ما راح يمتع، بالعكس يخليك ما تشعر ويقول من الشيطان اعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم خليك ما تشعر يعني الملل. اصدقائي احيانا يسبب انه التكرار كي يكون مثلا صار بي مثلا دورت بو انمي معين مثلا تصنيف معين او انمي معين الزق بي مثلا مثلا انمي طويل ها وهذا البو بحلقات الان بعد اشعر بشعور ملل لان قاعد اكرر نفس الشغله اسويها. او انت احيانا روتينك اللي تسويه انت يوميا نفس الشيء نفس الشيء، يوميا تقعد ب 8 الصبح، يوميا تاكل مثلا فلان شيء، يوميا تروح للفلان شيء، يوميا تروح تسوي شغله فلان شيء، يوميا ما مغير اي شيء بحياتك. مثلا يوميا تترك بيض في السفاره، يوم خليها في يوم من الجبن تاكل، خليها غير بيومك ما بيها شيء يعني غير شغلات. يوميا مثلا تقعد فلان وقت، لا عاد وقت اذا تقول لا انا دوام شو اسوي يعني؟ عادي ايام العطل شوي اقعد متاخر ما بيها شيء يعني. عادي. يومين نام بالعشرة لا عادي، وإذا بالدعش نام بالتسعة نام ما بيش يعني نام أوقات نام آخر غير غير ما بيش. بس يعني مو ما تطيح حظ نفسك تغير شغلات لا يعني إذا عشت بحاد إذا شغلات ما متأثر مثلا يومين بابا عنمي يعني عادي خليه في اليوم ما بابا عنمي ألعب ألعاب ما بيش في اليوم معدن مثلا أبا أفلام مثلا أسوي فلان شيء يوميا أسوي فلان فهي يوميا هالشغلات أسويها أغيرها فحس نفسي انه انا يوميا مو نفس اليوم يتكرر علي. ها مثلا اليوم تخيل واحد مثلا يوم راح طلع وثاني يوم راح مثلا فلان شيء يوم راح سوى فلان حس نفسه انه يوميا قاعد يقدم فشيء فشيء مختلف عن اليوم الثاني بهالحاله ما راح يصير عنده اصلا شعور الملل. يعني اذا انت شغله معينه قاعد تكررها يوميا حاول تغيرها وتلقى نفسك بعد هذا الشعور ما يصير عندك. حاول تقرا قران اذا صار عندك ملل او في شيء تغير مثلا ممكن تنام لك شوي وتقعد تسبح تسوي فلان تسوي شغلات تسوي نشاط نشاط الملل يوخر النشاط اصدقائي رياضه فلان شيء اي شيء كان ممكن تسوي شغله عكس انت قاعد تسويه هسه حاليا عكس الشغله مثلا انت قاعد باوع يوتيوب 24 ساعه باوع يوتيوب عادي غير باوع غير شيء حتى لو تيك توك بدل التيك توك ما انصح تابعه بس مثال العب لي لعبه اسوي لي شغله ثانيه هاي ادرس دراسه مثلا هاي فانت مودك غيره فاذا غيرت مودك مو هو اصلا الملل يروح من عندك بعد هو اصلا بعد ما يجي لك كل ما تتغير ما دام انت ما لازق بشغله معينه هو الملل يجي من التكرار اكثر شيء. ها اذا انت ما لازق بشغله معينه يوميا شكل يوميا شغله جديده يوميا شغله هاي فبعد ما راح يجي لك الملل. انا اقول لك انطيك جرنتي ما اقول لك 100% اقول لك 90% بعد على 10% احتمال يجي لك احتمال فبعد نسبه عاليه كلش انه بعد ما يجي لك الملل يعني بصوره عامه. ها طبعا الملل يعتبر احد المشاعر الانسان نفسه يعني الملل هو ضايج واحد ضايج مثلا موده اني ضايج وممكن سببها قلت لكم مو بس سبب انه مثلا تكرار وسبب احيانا واحد هو يضوجك مثلا انا مدورات انا اكثر شيء بالمحل يصير انا اصدقائي دورات مثلا فرحان ومثلا متونس وقاعد ابوع علمي واشرب قهوه ونسكافيه ونسكافيه يعني مو قهوه نسكافيه نفس الشيء وقهوه بخليلها حليب وما شنو هاي فقاعد اشرب نسكافيه وقاعد بوع علمي ومود مرتاح وما شنو وقاعد بوع واضحك فيديوهات مثلا كوميديه على انمي على شغلات اجوز العب لي لعبه وجالك واحد زرب الموضوع زرب ام السالفه عم شنك ها
انا طبعا اوقف الانمي او في شيء اي شيء كان او اشيل هاي او نسكة فيها اطفي ولا المهم كل اموري تخربها. ها عم شنك؟ ها عم ها بيش هاي ايه بيش ها مساج ما يغلي يسوي لي يحكي لي اليوم الحزينه ها بالاخير كل شيء ما يشتري ويطلع نص ساعه ضيع علي وقت بالاخير يجي لي واحد ثاني ثالث اربع اشخاص يغثوني نفس اللحظه ساعه تصير بعد مودي كله لا عندي واسه اكمل الانمي لا يعجبني اشرب قهوه القهوه ما تلقاها بارده لعب ها بعد زربه بالوضع زربه بالوضع يعني هشوف شنو لا ما يعجبني اكمل اصلا الانمي ما الغيه ما تابعه ايضا بوعي لعبه ايضا مع هاي كل شيء الغي كل شيء الغي حرفيا كل شيء الغي عرفت بس صافن الان بالاخير انتظر شو وقت اعزل واعزل وراجع البيت بالضبط هو بعد تيجي زربه بالموضوع والله اسوي فيديوهات باليوتيوب الناس تسمو يقول اي حلو تستمر بهالسيستم ها وبعدين هم ارجع انام نفس اليومين عاد ف يعني هالشغله مغثه يعني واحد ما يخاف عم يجي لي زبون قضيات عليه نص ساعه من وقتي اشتري من عندي شغله اعطيني حق التعب مالتي اللي حشيته وياك ها المفروض اكتب استشاره ب 500 بعد ما حد ما يحكي وياه صدقني ما حد الكلمه الواحده ب 1000 يحكي تحكي كلمه واحده طيب 1000 دينار ها بشي بلاي 4 ما عندي بلاي 4 اذا ما السعر هو اعطيني 5 انا اقول لك بس سعر اعطيني 5000 ليش دعوه عمي ذاك يسموه يقول لك سعره ب 2000 دينار هم يقول لي غالي قلت له سعره وانا اصلا ما ابيع بلاي 4 فدني بيش يبيع وروح تسال لا اي اعرف السعر وصلت انت عندك فلوسه لا ما عندي بس اذا اعرف السعر 5000 دينار ما عنده صدقوني 5000 دينار 1000 دينار ما عنده عمي ربع ما عنده ربع دينار ما عنده ويقول لي ايدي بلاي 4 شنو يعني حتى هو ما جاي بس جاي يسولف ها بلاي 4 بيش الاكس بوكس بيش ها يده بيش انت جاي تشتري لو جاي بس تسولف ايه جاي تسولف روح يعني. انا على باب الله مو على قهوة عمود ولا انا صديقك او فشي مثلا او لا ولا انا بنفس عمرك انت انا اكبر من عندك ها جاي سولفني عشان شغلات مثلا ها شلونك بزح ابو محمد وين رحنا ذاك مو انت جواريكم انا عمود مثلا سولف اي سولف او صديقك او مثلا صديقك بالمدرسة او فشي انا حتى مو بقد عمرك عم تقول مثلا نفس عمار احنا مثلا في الشيء ها افكاري تختلف عن افكارك شغلاتي تختلف عن تقول على الشغلات مجرد شيء حكي سوالف سوالف مو كل شيء يصير يعني انا من شغل عندي شغل فتا ساعة انت ممكن ضيعتني ضيعت ساعة من وقتي ممكن اسوي بيها 100,000 شغلة مو ولا بوع انمي ولا العب العاب ممكن انزل العاب بالهاردات اسوي شغلات اشيك شغلات ارتب المحل انظف المحل ممكن 100,000 شغله اسوي انت جاي ضيعت ساعه وانت ما فدتني بربع دينار هاي الساعه لو ساعه ب 5 جنيه ولا حسابها بتحسب هاي عادي ما بيقول فتال خمس الساعه اللي ضيعتها من وقتي غير تعوضني عليها ما تشتري عندي حتى شغله بربع ليش يا ضيعت عليها ساعه ها يعني شنو الفائده وما اربعت تقريبا اكو عدد اصدقائي اتمنى الفيديو عجبكم حكيت الفيديو عن الملل وانا مليت اتمنى الفيديو عجبكم لا تنسوا تشتركوا في القناة